سأجعل لك نظام الكون يتغير. فقال بسم الله الرحمن الرحيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وحين تستهل الصورة بكلمة سبحان، وسبحان علم على التنزيه، سبحان يعني تنزيه لله، والتنزيه معناها إيه؟ يعني أن ترفعه عن الحق سبحانه وتعالى، أن يكون له مثيل في البشر، لا ذاتا فلا ذات مثل ذاته، ولا صفات فلا صفات مثل صفاته، ولا فعل فلا فعل مثل فعله. يبقى سبحان معناها تنزيه مطلق لله. عن إيه تنزهه؟ عن إيه؟ عن أن يكون له شبيه فيما خلق، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. فإذا قيل لك الله موجود وأنت موجود، قل: ولكن وجود الله غير وجودي، لأن وجودي عن عدم وليس ذاتيا فيه، ووجوده لا عن عدم وهو ذاتي فيه. يبقى ذاته مش زي الذوات. وصفت له سمع ولك سمع، ولكن سمعه ليس كنزه سمع الله عن سمعك، لأنك تسمع بأذن وبوسائل مش عارف إيه، وهو لا يسمع كذلك. ونزهه أيضا في الفعل، فإذا قال الله فعل ذلك فلا تأخذه بمقاييس فعلك، ولكن خذه بمقاييس مين؟ أنه سبحانه منزه أن يشبه فعلك فعله أو فعله فعلك. إذن كلمة سبحان جاءت هنا تدل على أن ما يأتي بعدها أمر خارج عن نطاق قدرات البشر. فإذا ما سمعته إياك أن تقول: وكيف يحدث هذا؟ قل: نزه الله في فعله أن يكون كفعلك. فإذا قال أنه أسرى الله بمحمد من مكة إلى بيت المقدس في ليلة، مع أنهم يضربون إليها أكباد الإبل شهرا، اوعى تقول ازاي دي حصلت. ليه؟ لان فعل الله ليس كفعله، والله لم يقل سرى محمد من مكة الى بيت المقدس، وانما اسرى الله به من مكة، فالفعل ليس لمحمد ولكنه لمن؟ لله. وما دام لله يبقى اوعى تحكم الزمن بقى، اوعى تحكم الزمن. يبقى كلمة سبحانه جاي في